اليوم الوليد ديالك يعني شفتيه يعني مشارك في هذه الامسيه. مشارك امسيه زوينه. نشكروا الناس ديال المجد اللي منظمين الدوري هذا، نشكرهم على هذه المجهودات اللي قدموا لهذ الوليدات هذو، مشكورين بشكل كبير. كيفاش شفتي المستوى ديال الوليدات ديالك مقارنه مع يعني قبل ما تدخلوا لهذ المدرسات، كيفاش اليوم شفتي المستوى ديال الوليد ديالك؟ الدراري في مع هذ المجهودات اللي قدموا لهم الاساتذه ديالهم راه غادي يفتحوا السون وغادي كيترينيو، وكنشكرهم على هذ المجهودات اللي قدموا لهم، وغادي غادي الدراري غادي كي الخرجات هذو ديال الدراري اللي كينظموا وداك الشيء، فالدراري كيتطلق وما كيبقاش بحال تبقى مسد عليه في الدار وداك الشيء، مع هذ الكره كيجي هنا كيدوي مع الدراري كيتطلق كيهضر كذا شي كي الدراري كيتطلق كيولي اجتماعي اكثر من هما، يعني حتى السلوك ديالو كيتغير كيتحسن، يعني كتجيب هنا ماشي بحال كيبقى يدور تما وداك الشيء، كيتلاقى مع الدراري مازال هنا كيتلاقى مع الدراري زوينين وكيلعب كره وداك الشيء. بصح بالنسبه للوليد ديالك شحال تقريبا في العمر ديالو انت دخلتيه لهاد الجمعيه؟ عنده دابا 8 سنين، دابا شي عامين باش دخلته. عامين. كيفاش شفتي التطور ديالو؟ الحمد لله مع المجهودات اللي قدموا لهم الناس ديال الاشبال، اشبال الفتح، سي سعيد الرئيس ديالهم وسي سميتو سي غريب والداودي مروان واخ زهير وجلال، وكنشكرهم كاملين لا نسيت شي واحد، وشكرا الاخ سي محمد الخاوه هاد المجهودات اللي كيقدموا معاهم، وكيديروا معاهم مجهودات كبيره الصراحه، كيخليو من وقتهم وكيضحيو بوقتهم من اجل الدراري اللي بغاتهم. شكرا. شكرا.